في إطار التأكيد على تقدير الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية التي حظيت بتكريم مراكز خدماتها من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد ضمن برنامج تقييم، قام عدد من أعضاء لجنة تقييم المراكز الحكومية برئاسة محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بزيارات ميدانية إلى المراكز الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم، وتعليق الدروع في المراكز وإبرازها كعلامة معتمدة دالة على تميز المركز في تقديمه للخدمة وفق أعلى معايير الجودة من سرعة وكفاءة، ومدعاة لتحفيز الموظفين على استمرارية العمل بإبداع وفعالية وتقديم خدماتها بأفضل المستويات للمواطنين. هذا وقدم أعضاء لجنة تقييم المراكز الشكر للموظفين على ما يبذلونه من جهود متواصلة وتفانيهم المخلص في سبيل تحسين الخدمة بصورة مستمرة، ودعوتهم لمواصلة جهودهم كونهم الواجهة الحقيقية للحكومة. بتوجيهات من سيدي معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة، وبدعم لا محدود تم تشكيل لجنة من قبل الإدارة العامة للمرور ومن قبل إدارة الموارد البشرية لدراسة جميع معايير لجنة الخدمات المراكز الحكومية، وبالتالي تم تنفيذ جميع الاشتراطات، والإدارة العامة للمرور متمثلة بالمركز الأمني حصلت على المركز الذهبي. يعتبر القسم عندنا كإدارة عامة مصقرة فيها جميع الخدمات المرورية اللي موجودة في الإدارة العامة، والهدف منها تخفيف الضغط على المبنى الرئيسي. نقدم خدمات التراخيص من تسجيل ونقل ملكية، تجديد ترخيص المركبات، نقل ملكية، أيضا إصدار رخص التعلم، رخص القيادة الخاصة، وأيضا دفع المخالفات المرورية وتسوية المخالفات بيكون عندنا.